بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق متابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر الزيداني وقناة كرة بلدنا تحية طيبة. وبعد الحقيقة في أزمة طفت على السطح بين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وبين رئيس نادي الزمالك. إيه تفاصيل الأزمة دي؟ تفاصيل الأزمة إن رئيس نادي الزمالك كان أعلن وقال إنه هيعمل انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 18 و19 و20 الشهر الجاري، والانتخابات دي هتكون على 3 مقاعد لعدود مجلس الإدارة ومنصب أمين الصندوق. الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قال له لا، عايز تعمل انتخابات تعمل على منصب أمين الصندوق فقط، وهو المنصب الفارغ بعد وفاة الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق السابق. يعني ما يعملش انتخابات على 3 مناصب لعدود مجلس الإدارة، يعمل انتخابات على منصب واحد اللي هو أمانة الصندوق. طبعا الكلام ده مش عاجب رئيس نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك في حاله تذمر وفي حاله غضب كبيره بسبب تصريحات وقرار وزير الرياضه. وفي الغالب رئيس نادي الزمالك بيدرس ان هو ياجل الانتخابات التكميليه اللي زي ما قلنا كان محدد لها ايام 18 و19 و20 الشهر الجاي لحد ما يشوف هيعمل ايه مع وزير الرياضه. دي ازمه قائمه بين الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وبين رئيس نادي الزمالك. ده موضوع. في طبعا أزمة الساعة أو أزمة الأيام الأخيرة، أزمة كهرباء محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الزمالك. محمود عبد المنعم كهرباء منقطع عن التدريبات والزمالك وقع عليه عقوبة مالية وحاول له التحقيق. الزمالك بيقول، رئيس نادي الزمالك من جانبه يعني بيقول إن عقد اللاعب سليم وتم توثيقه ولسه فاضل له 3 سنين. واللاعب بيقول لا، إن العقد انتهى هينتهي نهاية السنة دي، وإن العقد اللي اتوثق ده اتوثق في موعد غير قانوني، فبالتالي يعتبر العقد لاغي. ده كلام اللاعب. المهم الازمه لسه موجوده بين النادي وبين اللاعب. انا بقى هتكلم معلومات عندي جديده، ان اللاعب في خلال 72 ساعه هيسافر على اوروبا وهيوقع لنادي اوروبي لمده موسم، وفي الغالب بعد كده هيرجع على احد الانديه المصريه. طبعا النادي اللي هو مرشح ان هو يرجع له هيكون النادي الاهلي، لكن هو مش هينتقل من الزمالك للاهلي مباشره، لا، يبقى في ترانزيت. الترانزيت ده هيكون نادي اوروبي. هو كان المفروض ان هو رايح نادي خليجي او نادي سعودي تحديدا، لكن غير وجهته في الساعات الاخيره. معرفش بقى غير وجهته عشان المحامي بتاعه، لان هو جايب محامي بيدرس له الموضوع، محامي اوروبي برضه. ممكن يكون محامي اوروبي شاف ان هو لو راح اوروبا هيقدر يخرج بطاقه مؤقته ويلعب في اوروبا افضل من هو لو راح بلد عربي او لعب في احد الدوريات العربيه. المهم كهربا في خلال 72 ساعه هيغادر القاهره ويتجه لبلد اوروبي وهيوقع عقد مع احد الانديه الاوروبيه وهيكمل ايه في اوروبا لمده موسم، وهتبقى بقى ساعتها المشكله بينه وبين الزمالك في الاتحاد الدولي. اللاعب بيشتكي ويقول ان العقد بتاعه منتهي وانتهى نهايه الموسم، والزمالك ساعتها هيشتكي وهيقول ان اللاعب لا ما التزمش بالعقد وان لسه عنده 3 سنين في عقده. يعني لسه المشكله دي هتقعد قائمه لفتره طويله. ده موضوع. عندنا بقى طبعا صفقه محمد عواد. رئيس نادي الزمالك التقى اللاعب، لاعب حارس يعني محمد عواد لاعب نادي الاسماعيلي، واتفق معاه ان اللاعب يلتقي لنادي الزمالك. اللاعب من جانبه ما عندوش مشكله، لكن انا نجحت ان انا اتواصل مع مسؤول النادي الاسماعيلي وعرفت النادي الاسماعيلي الحقيقه ما عندوش رغبه يبيع اللاعب لنادي الزمالك. عنده رغبه يبيعه بس يبيعه خارج مصر لاحد الانديه الخليجيه. طب ليه ما عندوش رغبه يبيعه لنادي الزمالك؟ لان نادي الزمالك عليه 7.5 مليون جنيه متاخرين من ساعه صفقه الثنائي ابراهيم حسن وبهاء مجدي. الزمالك كان تعاقد بدايه الموسم الحالي مع ابراهيم حسن وبهاء مجدي واتفقوا على مبلغ معين، الزمالك لسه عليه 7.5 مليون جنيه ما سددهمش. فمسؤول الاسماعيلي متضايقين من الموضوع ده، وقبل ما يتكلموا في محمد عواد او قبل ما يتكلموا في بيع محمد عواد هيطالبوا مسؤول الزمالك ان هم يسددوا 7.5 مليون جنيه، بعد كده يتكلموا في عواد. ولما يجوا يتكلموا في عواد لو توصلوا لاتفاق مش هيبقوا فلوس، هياخدوا فلوسهم كلها كاش. وزي ما قلت الرغبه عند اغلبيه مجلس اداره النادي الاسماعيلي ان هم يبيعوا اللاعب لاحد الانديه الخليجيه. وهم طمعانين في مبلغ كبير. طمعانين في مبلغ كبير انه يبيعوا اللاعب بمبلغ يخش له في 7 مليون دولار.
طبعا الزمالك يعني الرقم ده يكون بالنسبه له صعب. الزمالك بيطمح يعني انه يخلص اللاعب ب 2.5 مليون دولار، 3 مليون دولار بالكتير يعني. في صفقه عواد في مشاكل كتير جدا بتواجهه. احنا قلنا نشرح التفاصيل دي للناس ولحضرات الساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين الامور ماشيه ازاي وصفقه عواد ماشيه ازاي. الفريق طبعا فريق الاول كره قدم نادي الزمالك عامل معسكر في قبرص، وانا جات لي معلومه ان الاستاذ هاني زياده عضو مجلس اداره نادي الزمالك واللي هو طبعا هربان في اوروبا بسبب قضيه الحسابات السريه والاتجار في السوق السوداء للعمله قبل تحديد سعر الصرف، وان في قرار ترقب وصول ليه من قبل نيابه الاموال العامه في جميع المطارات والمواني يعني. فالاستاذ هاني زياده هربان بسبب كل ده، طلب من رئيس نادي الزمالك ان هو يزور الفريق في قبرص في معسكر قبرص ويقعد يعني مع الفريق كام يوم. الحقيقه ما عنديش معلومه اذا كان رئيس نادي الزمالك وافق ولا رفض ولا لسه بيدرس الامر، لكن المعلومه اللي عندي ان الراجل طلب. هل بقى تم الموافقه تم الرفض على طلبه؟ انا دي المعلومه دي ما عنديش الحقيقه، بس انا طبعا لما جات لي المعلومه قلت لازم ان انا اعرضها على الساده المشاهدين. ورئيس نادي الزمالك في حاله تذمر في حاله غضب كبيره بسبب تصريحات وقرار وزير الرياضه. وفي الغالب رئيس نادي الزمالك بيدرس ان هو ياجل الانتخابات التكميليه اللي زي ما قلنا كان محدد لها ايام 18 و19 و20 من الشهر الجاي لحد ما يشوف هيعمل ايه مع وزير الرياضه. دي ازمه قائمه بين دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وبين رئيس نادي الزمالك. ده موضوع. في طبعا ازمه الساعه او ازمه الايام الاخيره، ازمه كهرباء. محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الزمالك. محمود عبد المنعم كهربا منقطع عن التدريبات والزمالك وقع عليه عقوبه ماليه وحاول له التحقيق. الزمالك بيقول رئيس نادي الزمالك من جانبه يعني بيقول ان عقد اللاعب سليم وتم توثيقه ولسه فاضل له 3 سنين. واللاعب بيقول لا ان العقد انتهى هينتهي نهايه السنه دي، وان العقد اللي اتوثق ده اتوثق في موعد غير قانوني فبالتالي يعتبر العقد لاغي. ده كلام اللاعب. المهم الازمه لسه موجوده بين النادي وبين اللاعب. انا بقى هتكلم معلومات عندي جديده ان اللاعب في خلال 72 ساعه هيسافر على اوروبا وهيوقع لنادي اوروبي لمده موسم، وفي الغالب بعد كده هيرجع على احد الانديه المصريه. طبعا النادي اللي هو مرشح ان هو يرجع له هيكون النادي الاهلي، لكن هو مش هينتقل من الزمالك للاهلي مباشره، لا يبقى في ترانزيت. الترانزيت ده هيكون نادي اوروبي. هو كان المفروض ان هو رايح نادي خليجي او نادي سعودي تحديدا، لكن غير وجهته في الساعات الاخيره. معرفش بقى غير وجهته عشان المحامي بتاعه، لان هو جايب محامي بيدرس له الموضوع، محامي اوروبي برضه. ممكن يكون محامي اوروبي شايف ان هو لو راح اوروبا هيقدر يخرج بطاقه مؤقته ويلعب في اوروبا افضل من هو لو راح بلد عربي او لعب في احد الدوريات العربيه. المهم كهربا في خلال 72 ساعه هيغادر القاهره ويتجه لبلد اوروبي وهيوقع عقد مع احد الانديه الاوروبيه وهيكمل ايه في اوروبا لمده موسم، وهتبقى بقى ساعتها المشكله بينه وبين الزمالك في الاتحاد الدولي. اللاعب بيشتكي ويقول ان العقد بتاعه منتهي وانتهى نهايه الموسم، والزمالك ساعتها هيشتكي وهيقول ان اللاعب لا ما التزمش بالعقد وان لسه عنده 3 سنين في عقد. يعني لسه المشكله دي هتقعد قائمة لفترة طويلة. ده موضوع. عندنا بقى طبعا صفقة محمد عواد. رئيس نادي الزمالك التقى اللاعب، لاعب حارس يعني محمد عواد لاعب نادي الإسماعيلي، واتفق معاه إن اللعيب يلتقي لنادي الزمالك. اللعيب من جانبه ما عندوش مشكلة. لكن أنا نجحت إن أنا أتواصل مع مسؤول نادي الإسماعيلي، وعرفت إن نادي الإسماعيلي الحقيقة ما عندوش رغبة يبيع اللاعب لنادي الزمالك. عنده رغبة يبيعه بس يبيعه خارج مصر. لأحد الأندية الخليجية. طب ليه ما عندوش رغبه يبيعه لنادي الزمالك؟ لان نادي الزمالك عليه 7.5 مليون جنيه متاخرين من ساعه صفقه الثنائي ابراهيم حسن وبهاء مجدي. الزمالك كان تعاقد بدايه الموسم الحالي مع ابراهيم حسن وبهاء مجدي واتفقوا على مبلغ معين، الزمالك لسه عليه 7.5 مليون جنيه ما سددهمش. فمسؤول الاسماعيلي متضايقين من الموضوع ده، وقبل ما يتكلموا في محمد عواد او قبل ما يتكلموا في بيع محمد عواد هيطالبوا مسؤولي الزمالك ان هم يسددوا 7.5 مليون جنيه، بعد كده يتكلموا في عواد. ولما يجوا يتكلموا في عواد لو توصلوا لاتفاق مش هيبقوا فلوس، هياخدوا فلوسهم كلها كاش. وزي ما قلت الرغبه عند اغلبيه مجلس اداره نادي الاسماعيلي ان هم يبيعوا اللاعب
لاحد الانديه الخليجيه، وهم طمعانين في مبلغ كبير، طمعانين في مبلغ كبير انه يبيعوا اللاعب بمبلغ يخشله في 7 مليون دولار. طبعا الزمالك يعني الرقم ده يكون بالنسبه له صعب، الزمالك بيطمح يعني انه يخلص اللاعب ب 2.5 مليون دولار، 3 مليون دولار بالكتير يعني. في صفقه عواد في مشاكل كتير جدا بتواجهه الفريق. طبعا الفريق الاول كره قدم نادي الزمالك عامل معسكر في قبرص، وانا جات لي معلومه ان الاستاذ هاني زاد عضو مجلس اداره نادي الزمالك، واللي هو طبعا هربان في اوروبا بسبب قضيه الحسابات السريه والاتجار في السوق السوداء للعمله قبل تحديد سعر الصرف، وان في قرار ترقب وصول ليه من قبل نيابه الاموال العامه في جميع المطارات والمواني يعني. فالاستاذ هاني زاد هربان بسبب كل ده، طلب من رئيس نادي الزمالك ان هو يزور الفريق في قبرص في معسكر قبرص ويقعد يعني مع الفريق كام يوم. الحقيقه ما عنديش معلومه اذا كان رئيس نادي الزمالك وافق ولا رفض ولا لسه بيدرس الامر، لكن المعلومه اللي عندي ان الراجل طلب. هل بقى تم الموافقه تم الرفض على طلبه؟ انا دي المعلومه دي ما عنديش الحقيقه، بس انا طبعا لما جت لي المعلومه قلت لازم ان انا اعرضها على الساده المشاهدين. عندنا برضو اخبار من معسكر الفريق ان مصطفى فتحي لاعب الفريق طبعا واللي عامل عمليه في الركبه منذ فتره، بدا فتره تاهيل ودلوقتي ايه بيجري خفيف حوالين الملعب. هو مصطفى بالظبط قدامه حوالي 20 يوم يعني ويكون جاهز للمشاركه، فغالبا ممكن يلحق يشارك طبعا في مباراه الدوري اللي هتستانف بعد الانتهاء من بطوله كاس الامم اللي مقامه في مصر في الفتره الحاليه. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير صاحب مصر زيدان ونادي كره بلدنا، اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديوهات جديده. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمد.